صراحة أنا سعيد بالتكريم هذا بالأخص مع هذه الجمعية الأمازيغية للمسرح، وأول مرة وقيلا كانت شي جمعية أمازيغية غادي تدير لي التكريم هنا، فأنا فرحان بالتكريم هذا إن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله. قال لي زنزان وعشاق وواحد عدد المسائل. وكان لي الشرف أنني وقفت قدامه ونتكلم قدامه، وليت قال لي اليوم التكلم ديالو قلت غادي نجي نحضر لي أنا كنعزه وكنحتارمه الناس ديال التفوق هم اصدقاء ديالي، الناس اللي داروا معايا المسرح. يمكن كان الغياب ديالي لظروف يعني الاشتغال، واليوم حضرت لان بغيت نكون في الاختتام ونكون حتى في التكريم ديال عمر السيد، لان عمر السيد صديق ديالي وكان لي الشرف اني نمثل معاه. وتجربة الحمد لله دازت زوين على هاد الربعية، من شفت على الفراق ولا الناس ولا اللي تكتبات في الميديا وهذا، فتنتمنى ان يكونوا دائما بحال هاد المهرجانات يعني باش يحفزوا الشباب على الاقل اللي يبداو يجوا للمسرح ويشوفوا مسرح، فهمتيني؟ هادشي اللي كان بغيت نقول لك زعما. وجبت معي واحد راجل طيب، هذا صديق ديالي، هذا رئيس ديال الجمعية ديال الملاكمين في المغرب، جا باش يدير تكريمات لواحد ثلاثة ديال اللعابة، منهم واحد الأرباط ومنهم بوكسورة امرأة وبوكسور اللي داو جوائز في كندا يعني في ليبوك السبعينات. واللي عجبني الحال هو انهم من المنطقه، يعني انا بدينا كنكتشفوا بزاف ديال الحوايج من منطقه بلمسيك، ممثلين رسامات تبارك الله رياضيين، وهذا الشيء كيفرحني. وتنتمناو ان الفرص القادمه تكون احسن ان شاء الله باذن الله، وتبارك الله عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيلم الجديد راه قريبا غادي يكون. شكرا لكم جميعا. عمر السيد صديق، انا حضرت الايام ديال الغيوان ملي الله بدو، وهذا راه شرف كبير. 40 عام هادي دازت دابا حاضر الصديق والاخ ديالي عمر، موسيقي مغني ممثل، خدمنا جميعا في السينما، وانا فرحان تكون هنا.